فلو هارد لك اللعيبه كانوا بيلعبوا بروح جامده جدا. والله انا زعلان يعني فريق السيدات هم كلهم سنه اولى افريقيا، اول مره يلعبوا افريقيا كلهم، يعني ما يمكن ما عدا نصره كلهم سنه اولى افريقيا. ويعني ان شاء الله باقي ثلاث ماتشات، ان شاء الله ربنا يوفقنا في ثلاث ماتشات الباقيين. في فرق طبعا في المستويات لان الباقيين خبرات، طبعا في فرق في احجام الجسم، بس ان شاء الله ربنا يكرم في الماتشات اللي جايه. بالنسبه للتنظيم الحمد لله، يعني احنا يعني الحمد لله في اشادات من الاتحاد الافريقي وكل الانديه، الحمد لله يعني احنا بنعمل اللي علينا، وده النادي الاهلي يعني. لا طبعا النادي الاهلي هيبقى حابب ان هو يلعب الماتش على ملعبه، بس حصل اجتماع امني قبل كل مباراه، سواء كره قدم او هاندبول او اي ماتش بيحصل اجتماع امني بيتم تحديد عدد الجمهور. كان في تخوفات امنيه من ان النادي الاهلي يستقبل هنا في الجزيره جمهور نادي الزمالك، عشان كده حصل نقل المباراه. وقبل الماتش بحوالي 72 ساعه الامن قرر ان ما يحضرش جمهور للماتشات، عملنا مشكله وقلنا مش هينفع لازم يبقى في جمهور، وبعد كده اتوافق على 600 عضو من النادي الاهلي، وزعنا دعوات على الاعضاء في الفروع الثلاثه، ويعني احنا الحمد لله يعني ربنا يكرم. يعني طبعا وجود الجمهور مؤثر، يعني وجود الجمهور بيضغط على الفريق الخصم وبيحمس لعيبه الفريق وبديهم ثقه اكتر في نفسهم، فيعني وجود الجمهور مهم وعامل اساسي في نجاح البطوله وفي فوز الفريق. فيعني نتمنى عدد جمهور يزيد، احنا بعنا من 950 400، في 550 معروضين، يعني لو في ناس جت احنا يعني في اكشاك بنستقبل وبيتم بيع بمنتهى السلاسه للجمهور كلها. وزي ما انت شفت الجمهور النهارده دخل قبل الماتش ب 10 دقائق، ودلوقتي بعد ما خلص ماتشين خرج، ما فيش اي مشكله يعني فيما يتعلق بحضور الجمهور. الفريق بقى ان شاء الله باقي ثلاث ماتشات، وان شاء الله نشد حيلنا. طبعا الفريق اللي جاي اصعب والفريق اللي بعده اصعب، بس يعني احنا يعني نحاول نجتهد. هم بقى اول مره يشتركوا في افريقيا وربنا يكرم، يعني كاول تجربه الفريق وكلهم متاثرين، كلهم يعني كلهم عمالين بيعيطوا، بس لا هم كانوا يعني كانوا رجاله فعلا في الملعب.